بعد احتلال فرنسا كان فيلهلم كيتل هو الممثل الرسمي للجيش الألماني داخل عربة القطار اللي استسلم فيها الجيش الألماني في الحرب العالمية الأولى. وبعد ما توقعت المعاهدة الاستسلام قال كيتل في 11 نوفمبر 1918: بدأت من هذا القطار معاناة الشعب الألماني. كل ما يمكن إلحاقه بالشعب ما من حيث العار والإدلال ومن حيث المعاناة الإنسانية والمادية بدأت من هنا. لقد تآمر الإخلال بالوعد وشهد بالزور على الشعب استسلم بعد أكثر من 4 سنوات من المقاومة البطولية لضعف واحد فقط، الإيمان بوعود رجال الدولة الديمقراطية. وفي 3 سبتمبر 1939 بعد 25 عاما من اندلاع الحرب العالمية الأولى أعلنت إنجلترا وفرنسا الحرب مرة أخرى على ألمانيا دون أي سبب. الآن تم اتخاذ القرار العسكري، لقد هزمت فرنسا. طلبت الحكومة الفرنسية من الحكومة الألمانية إعلان الشروط الألمانية للهدنة. تم اختيار غابات كومبين التاريخية لاستضافة هذا الحدث من أجل محوها إلى الأبد من خلال هذا الفعل من العدالة، ذكرى لم تكن صفحة مجيدة من التاريخ الفرنسي. ولكن كان ينظر إليها من قبل الشعب الألماني على أنها أعمق عار في كل العصور. هزمت فرنسا بعد مقاومة مجيدة في سلسلة من المعارك الدموية وانهارت. ألمانيا لا تنوي إعطاء شروط وقف إطلاق النار أو مفاوضات وقف إطلاق النار صفات التشهير ضد عدو شجاع مثل هذا. الغرض الأول من المطالب الألمانية هو أولاً منع استمرار القتال، ثانياً تقديم جميع السندات المالية لألمانيا لاستمرار الحرب ضد إنجلترا والتي فرضت علينا، ثالثاً تهيئة الظروف لبداية سلام جديد، وأهم ما في ذلك تصحيح أخطاء الرايخ بالقوة.